السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير إن أنتم إلا في ضلال كبير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير بسم الله وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما لم نجعل له عينين و
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا أولئك
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار. بسم الله الرحمن الرحيم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير.